تجتاز المعابر بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل يومياً، 10,000 السيارات وآلاف العمال الذين يحملون تصاريح العمل وآلاف الشاحنات المحملة بالبضائع. في عام 2005 قررت حكومة إسرائيل أن توكل جهة مدنية مسؤولية عمل هذه المعابر على طول الجدار الأمني بين إسرائيل وبين الضفة وقطاع غزة. وضعت السلطة نصب عينها راحة مستخدمي المعابر، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى مستوى من الفحص الأمني مع إبداء الحساسية الإنسانية اللازمة لمستخدمي المعابر. زودت المعابر بالوسائل التكنولوجية المتطورة التي تتيح إجراء الفحص الأساسي، وزود المشاة ببطاقات ذكية ويتم التعرف عليهم بالوسائل التكنولوجية المحوسبة السريعة. أما في معابر البضائع فتعمل أجهزة فحص خاصة تتيح إجراء الفحص الدقيق لعدد من المركبات في آن واحد، وهناك غرف تحكم ومراقبة حديثة تتيح المراقبة والاتصال بشكل مباشر، ما يسهل تدفق حركة السير في المعابر. وللمحافظة على خصوصيات الأفراد تم إنشاء مواقع فحص متطورة كما هو متبع في المطارات المتطورة في العالم. يقف وراء هذه الوسائل التكنولوجية طاقم مهني جاد وماهر متخصص في تشغيلها. בודקים לאלפא בבקשה. קיבלתי, בודקי תאים תגיעו בבקשה לאלפא. فهم نسيج حياة السكان الذين يستخدمون المعابر هو جزء من مهنية الطاقم. تقوم مدرسة الإرشاد التابعة لسلطة المعابر بتأهيل مئات الفاحصين الأمنيين سنويا من خلال العديد من التمارين والتأهيلات بما يتلائم مع المجريات على أرض الواقع. منذ أن بدأت سلطة المعابر عملها تم اختصار وقت عبور المشاة بشكل ملحوظ، حيث أصبح لا يتعدى مدة قصيرة ومحدودة مع الحرص على الناحية الأمنية. كما تم تخفيف الضغط على معابر المركبات والحركة هناك تتدفق على مدار الساعة. أما في معابر البضائع فإن معدل وقت العبور هو اليوم أقل من ساعة للشاحنة. أعقاب ذلك تم تطبيق طريقة عمل موحدة في جميع المعابر، الأمر الذي أدى إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد إحباط العمليات التفجيرية عن طريق المعابر. وفي المقابل جرى الحد من التجارة غير القانونية والنقل العشوائي للمواد الخطيرة والأغذية والأدوية. إن مهنية سلطة المعابر على مدار السنوات تمكنها من توفير مظلة عمل واسعة وذات مصداقية، وهي مهيئة لتوفير الدعم المطلوب لأي تطور سياسي مستقبلي مع المحافظة على نسيج الحياة في واقعنا الحالي.